المشكل ديال الترميز هو عباره على واحد الماده فعلا مغذيه غنيه بالبروتيين غنيه باحماض امينيه مهمه جدا للدس ديالنا بحال الميثيونين بحال احماض امينيه اخرى ولكن مع الاسف هي فيها ما يسمى بالالكالويدات واحد النوع ديال المكونات الكيميائيه الطبيعيه اللي كيتسموا الالكالويدات اللي فيها واحد تاثير سام على الدس ديالنا. اذا الترميز ولكن الناس كلها غتقول لك اودي يا دكتور حنا كنشوفوا يعني في, 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 في الثقافه المصريه في الافلام المصريه القديمه كتلقاهم كياكلوا الترميز فعلا يعني في الحديقه ولا كيتكال. بالفعل انه كيتم الاستخدام ديالو وخاصه كاين الترميز اللي كيتستعمل في هاد الدول هذه بحال السودان بحال مصر كان كذلك في بعض الحالات كان كيتستعمل في الجزائر كذلك كانوا كيدخل في التغذيه ديالهم. وفي اوروبا مركز على مستوى الـ يعني الايطالي يعني الطليان والبرتغال يعني هادو من 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 الدول اللي كتدخلوا بزاف في التغذيه ديالها ولكن كيخصوا واحد العنايه في التحضير ديالو. اذا كتخذوا دوك الحبات وكيتنقعوا في واحد الماء مملح وكيبقاو مده طويله يعني كتقدر تمشي حتى لثلاث ايام اربع ايام. هادشي باش ناكلو باش يتكال يعني كيدار في ذاك الماء المملح وكيعاود يتستخرج منه وكيعاود عاوتاني يتحمص عاد باش ديك الماده كنوليو كناخذوها وكنستهلكوها. طيب يعني وهادشي كامل كيكون بواحد يعني بواحد الدقه بواحد عنايه خاصه في التحضير ديالها. علاش؟ لان باش كنتخلصوا من دوك الالكالويدات وكاين بعض المواد السامه اللي كتبقى فيه وهكا فكنلقاوه كيتباع بشكل يعني ناشف او مملح كما كنقولوا حنا مقرمل وكيتباع بحال دابا في اوروبا هو مرخص فقط من الشركات ان الشركات هي اللي كتبيعو كيدير كيتحمص بهذه الطريقه في المناطق اللي فيها وموجود فيها فهما كما قلنا كيخدموا بهذه الطريقه باش ما كتبقاش هذيك الماده سامه وكيوليو كنستهلكوه وكيولي امين. هذا من جهه. من جهه اخرى كاين ما يسمى بدقيق الترميس. اذا هذا الدقيق هذا ديال الترميس اللي اكتشفت الابحاث مدى الفائده ديالو للدس ديالنا. اذا كتلقى الناس كيدخلوه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الجلوتين فهو كيتعتبر من الطحين المهم والمثالي في تحضير يعني هذاك النوع ديال الخبز او النوع ديال الفطائر او النوع مثلا ديال الحلويات اللي كيمكننا نحضروا به مثل الاطفال ديالنا اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الجلوتين وعنده مزايا كبيره في البروتيين في الاسيد اميني وكيعطينا واحد الفائده كبيره للدس ديالنا. وهذا الدقيق ديال الترميس هو من الدقيق الان اللي كيتستعمل بزاف في عده دول مثلا فرنسا اوروبا الشرقيه كذلك كيستعملوا هاد الماده هذه. الناس اللي عندهم الجلوتين كيمكن لهم كما قلنا ياخذوه والناس اللي ما عندهمش الجلوتين كيديروا واحد التركيبه جميله كيديروا هو بنسبه 40% و 60% كيديروها من القمح الكامل يعني الدقيق ديال القمح الكامل اللي كيكون مطحون فكيخلطوه كيصايبوا منه الخبز وهذاك الخبز كيكون مغذي مقوي لا للجهاز الهضمي ديالنا لا للدس ديالنا كيوزن لنا الافرازات ديال الهرمونات كيقاد لنا العمليات او العمليه ديال 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 اشتغال الغدد وعنده مزايا كبيره. شكون الناس اللي يمكن لهم ياخذوا التلميس ولا يستعملوه؟ هما الناس اللي عندهم حساسيه ديال كاوكاو. كاين بعض الناس كتكون عندهم حساسيه نفس العائله اللي كتكون عندهم الحساسيه ديال الكاوكاو فكيخصهم يتجنبوا التلميس لانه كيمكن يعطيهم حساسيه مفرطه واعراض جانبيه خطيره منها الانتفاخ منها الاختناق منها الاختكار يعني واحد النوع ديال الحكه او حكه ديال الحساسيه اللي كتولي يعني بالحريق بالحموريه باعراض جانبيه خطيره. غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غنحضروا وصفات للبشره للجسم وكذلك للشعر. اول سؤال قبل ما ناخذ المواصفات واش زعما كيتباع موجود عندنا هنايا؟ موجود الحمد لله كما كنقولوا حنا باش السيده سهل تلقاه. لا موجود باش كتعجبك الحمد لله بلادنا اننا اي حاجه كتطيح طوندونس كتلقاها كاينه والترميس راه الطوندونس ديالو قديمه جدا يعني تقريبا راه دابا واحد 13 سنه ولا 14 سنه باش ولات الثقافه ديال الترميس وكذلك المعشابات كثيره اللي كيبيعوا هذه المواد هذه ولا حتى الناس اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال العطريه راه كتمشي كتلقى عندهم ترميس مطحون. غير هو ردوا البال دائما نقلبوا على الناس اللي هما موثوقين الناس اللي امنين. علاش؟ لان الترميس الى تطحن الفور كيولي كيشبه ليه
أو الحمص يعني نمشيو للبلاصه الموثوقه وان شاء الله غادي نلقاو هذه الماده هذه اللي غنشوفوا الطريقه ديال الاستعمال ديالها. نظاره ديال الوجه والرقبه توحيد اللون يعني وكذلك شبابيه البشره يعني يصلح لنا حتى تنشيط الكولاجين ونحافظوا على البشره ديالنا. فوصفه بسيطه وسهله، غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال التلميس مطحون او ديال دقيق التلميس وغنضيفوا لها جوج معالق كبار ديال الحليب الساخن، حليب يتخلط وهذا الخليط هذا كنديروا بالقطن على البشره ديالنا والرقبه، ولا بيدينا الا بغينا نديروا بيدينا ماشي مشكل، فالبشره والرقبه ديالنا ندهنوهم مزيان نخليهم مده ديال ثلث ساعه ونغسلوه والعمليه نديروها جوج مرات في الاسبوع ونبقاو مداومين عليها ما نقطعوهاش 20 دقيقه. نعم. جوج مرات في الاسبوع لجميع انواع البشره دكتور عماد؟ جميع انواع البشره الجافه اللي فيها حساسيه. نعم. ما نخافوش الا حساسيه ديال الكاوكاو اللي عنده حساسيه الكاوكاو يبعد عليها. صافي علاش حنا ما عمناش عمنا شويه؟ علاش؟ لان حساسيه الكاوكاو كتلقى واحد في ألف كتكون عنده هذه المشكله هذه، وحنا كنعرفوا هذه الاعراض. نعم. ديال الحساسيه كتكون شويه صعيبه. بالفعل. طيب هذا الوجه. نعم. باقي عندنا شي وصفه اخرى؟ غنديروا الشعر. الشعر اذا غنديروا معلقه كبيره ديال التلميس وغنديروا معلقه صغيره ديال الورد مطحون وغنديروا في كاس صغير ديال زيت نور الشمس. هذا الخليط نحطه في العافيه. نعاودوا الخليط اللي سمحتي دكتور عماد. معلقه كبيره ديال التلميس مطحون، معلقه صغيره ديال الورد مطحون وكاس صغير ديال زيت نور الشمس. نحطوا هذا الخليط فوق العافيه يبدا يغلى، نطفيو عليه نخليوه ليله حتى يطلق مزيان. نصفيو هذا الخليط مزيان ونوليو ندهنوا به جلد هذا شعرنا وشعرنا، نخليوه مده ديال ساعه ونغسلوه. العمليه غنديروا جوج مرات في الاسبوع بحال ديما، نخليوها ونستعملوها مده ديال 3 شهور على الاقل، لان 3 شهور هو المده اللي كتكبر فيها الشعره وكتكمل النمو ديالها. وكنداوموا عليه. فهذه وصفه للتقويه لمحاربه التساقط لاعطاء واحد اللمعان للشعر ديالنا، يعني بحال قلتي وصفه صحيه للشعر ديالنا وحتى هي نبقاو نستعملوها ما نقطعوهاش، فهي وصفه كتعطينا فائده كبيره لفروه الراس والراس. كاينه وصفه اخرى اللي هي الجسم، وهذه غنديروها كوصفه مبيضه بحال واحد التبريمه خفيفه ديال الجسم. غادي ناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال التلميس مطحون، معلقه كبيره ديال الطين الاخضر وجوج معالق كبار ديال الورد مطحون. نعاودوها دكتور عماد. جوج معالق كبار ديال الورد مطحون، معلقه كبيره ديال الطين الاخضر وجوج معالق كبار ديال التلميس او الدقيق ديال التلميس مطحونين. نخلطوا هذه المكونات ومعلقه كبيره قلنا ديال الطين الاخضر، نخلطوا هذه المكونات هذو كاملين وغنوليو كناخذوا معلقه صغيره حتى جوج معالق صغار من هذا المكون ونخلطوه بشويه ديال الماء سخون حتى كيعطينا واحد العصيده اللي كتكون شويه ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف يعني بين وبين. وكندهنوها على الداس ديالنا، يعني واخا كاع يعني كما كنقولوا حنا غير ندوزوا بها على الداس ديالنا واخا ما تلصقش ماشي مشكل. الداس كامله نخليوها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق فقط، اقصى حاجه ربع ساعه، ومن بعد كنغسلوها بالماء الساخن مزيان كنحيدوها، ومن بعد كنحكوا بالطريقه المغربيه التقليديه ديالنا. وهذه الوصفه هذه كيمكننا نديروها مره في الاسبوع او مره في 15 يوم او مره في الشهر، فهي غتعطينا واحد الفائده جميله جدا. سوها كتقول لك الدكتور عماد كنعاني من الحساسيه ديال الجلوتين، واش نقدر ناخذ دقيق الترميس ولا لا؟ نعم تقدر تاخذه. نعم. عندنا ايضا سؤال ديال رجاء اللي كتسولك بخصوص دقيق الترميس، واش خالي من السكر الا بغينا ندخلو في الريجيم؟ نقص يعني ما فيهش سكر، لانه هو كاين الازوت بزاف والبروتين هو اللي كاين عندنا في الترميس كثر، فيمكن لا تدخلو ما كاينش مشكل. نعم. طيب كنظن تكلمنا على كل الوصفات ياك دكتور عماد. نعم. باقي شي اضافه فيما يخص الترميس؟ الاضافه هو دقيق الترميس اللي كيكون الا بغينا ناكلوه ماشي هو الجمل. جمل ناخذوه من المعشابات ماشي مشكل ولا مطحون، غير هو الا بغينا الاكل ضروري خصو يكون معلب، يعني كيكون في ذاك الساشيات ديالو، وغادي نقدروا نلقاوه في المحلات التجاريه اللي كتبيع هذه المواد الغذائيه. الناس اللي عندهم داء التهاب الامعاء
واش يقدروا ياخذوا لهاد الناس هادو ما خصهمش ياخذوا مثلا الحبوب الكامله والدقيقه الكامله لانه تجيهم واحد الحاله ديال الاسهال اللي كتكون حاده فواش يقدروا ياخذوا الدقيق ديال الترميسه دكتور ياخذوا غير هو بالقياس ياخذوه بالقياس الناس اللي عندهم القولون العصبي هذاك ياخذوه بدون يعني ياخذوا يدخلوا في التغذيه ديالهم ما كاينش مشكل ايضا الاخوات كيسولك اللي عندهم مشكل ديال نقص الفيتامين دي والكالسيوم واش هو مزيان للعظام حتى علاقه ما كاينش علاقه بيناتهم ولكن المغذي كيعاون شيئا ما الا قلنا واحد 10% ولا 20% طيب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.